السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. وكنا بنتكلم عن يعني نظرة عامة كده أو إطلالة أولية على سورة الإخلاص، وكنا ختمنا الحقيقة المرة الماضية بمسألة كده مهمة، وهي إن لما نبص على سورة الإخلاص نجدها بتدفعنا دفعا ناحية توحيد الله سبحانه وبحمده بالقصد، لأنها بتتكلم عن وحدانية الله سبحانه وبحمده. قد إيه الله الوحدانية دي صفة لله، يعني التوحيد ده مننا لربنا، مننا إحنا لربنا، إنما الوحدانية ده دي صفة ربنا، صفة الوحدانية. فهي فعلا بتتكلم عن وحدانية ربنا. لما تأمل كده مثلا في الأسماء والصفات اللي جت فيها، أحد، صمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، بيتكلم عن وحدانية ربنا. قد إيه ربنا متفرد سبحانه وبحمده. يعني عارفين ممكن تكون وكأنها بتشرح أو بتؤكد معنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فعلا ما فيش، يعني كأنها بتؤكد معنى هل تعلم له سامية، يعني مساميا مماثلا نظيرا. فلذلك هي بتتكلم عن الوحدانية بشكل واضح جدا. قلنا بقى إنها بتذكر الدواعي اللي تدفعني أنا وتحملني أنا على إفراد ربنا أو توحيد ربنا بالقصد. توحيد ربنا بالقصد إزاي؟ إن لما نتأمل فيها هنجد إن تقريبا كل الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغي هي بتخلصني منها. ولذلك حتى يمكن مثلا كان شخص ابن تيمية وكلام القيم كانوا بيقولوا إنها بترد على كل الطوائف تقريبا، على قد إيه هي قصيرة وموجزة، لكن بترد على كل الطوائف تقريبا. يمكن في آية الكرسي ما كانش فيه اهتمام كبير بمسألة الرد على الغير دي، يعني يمكن آية الكرسي كانت يعني الواضح جدا في أسلوبها بشكل أكبر إنها بتبرز لنا علو الله وعظمته في هذه الأسماء والصفات أو مجموعات الأسماء والصفات. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بس ما بتتكلمش كتير عن فلان بيقول وفلان بيقول واعتقاده وكذا، وترد على الاعتقاد بشكل جميل وظريف ولطيف. يمكن حتى انا كنت بتكلم مع بعض الفضلاء فبقول له يعني قد ايه فعلا احنا حرمنا اطفالنا وحرمنا المسلمين من مساله ان هم يتلقوا الايمان او الاعتقاد بهذه الصوره الجميله البسيطه المرتبه السلسه اللي موجوده في كتاب الله سبحانه وبحمده. إن إزاي فعلا عملية التعريف بالله سبحانه وبحمده تتم بشكل واضح وصريح من خلال الكلام ده، الفاتحة، فآية الكرسي، فسورة الإخلاص، فالمعوذتين وهكذا. تمام؟ طيب نشوف بقى إيه اللي أقصده بالضبط في حتة إن فيها دواعي أو دوافع أو حيثيات إفراد الله بالقصد أو التوجه، ونشوف ازاي فعلا هي وكأنها بتخلصني من كتير من الحاجات اللي ممكن تكون في بالي او حاجات تاخدني يمين او شمال او فوق او تحت، وبتخليني فعلا يبقى عندي توحيد قصد، توحيد المقصود. تمام؟ طيب الكلام ده بنبص عليه ازاي. بتبدأ السورة بقل هو الله، هو الله احد. احنا بنصف الله، نتكلم عن الله، هو الله أحد. طيب أحد هنا يعني في شريك، يعني ما حد تاني. طيب يعني بيتجزأ بيتبع، الله أحد. طيب ولذلك هي وكأنها بتحط لحضرتك معايير للي هتقصده. بص، هو إحنا طالما بشر مش هننفك عن حاجات، والحاجات في الغالب بتبقى في اتجاهين،
اتجاه المرغوبات او المطلوبات واتجاه المرهوبات او المحذورات. يعني هو اتجاهات كده، يعني اما انا ارغب او ارهب، تمام، اريد او لا اريد، ودي حاجاتي انا البشريه. ولما نبص على الحاجات البشريه هنجد ان احنا مش هننفك عن حاجات بشريه، حاجات كتيره جدا. احيانا نفسك في حاجات بتطلبها تحصل لك، ونفسك في حاجات ما تحصلكش، خايف منها، بترهبها، تمام. الحاجات دي منها حاجات ماديه، ومنها حاجات نفسيه، ومنها حاجات وجدانيه، ومنها حاجات قلبيه، ومنها حاجات قلبيه، يعني انواع حاجات كتيره جدا. فلا ينفك الانسان عن قصد، لا ينفك الانسان عن قصد. من يقصد؟ هتقصد مين؟ يعني انت هتقصد مين؟ انت كده كده هتحتاج بقى، عندك حاجات اهو، والحاجات دي لابد ان تسد، عشان تسد لابد من قصد. هتقصد مين بالضبط؟ تمام. طب النهارده انا لما اعرف ان في حد مثلا معاه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، طب ليقصده هو طالما ليه في حد شبهه غيره غيره؟ طب انا مش لازم هو بقى. ولذلك احنا لما نشوف سوره الاخلاص هي مش بتقول لنا ان مثلا الله اله، هي بتقول ما فيش اله كالله، يعني او من الاخر ما فيش اله غيره اصلا. يعني لما نيجي نقول كده ايه المطلوب في الاله، مش هنجد اصلا الصفات دي متوفره الا في الله سبحانه وبحمده. هقرب لحضراتكم المشهد. انا النهارده عايز اودي ابني عند دكتور. طيب ده دكتور وده دكتور وده دكتور وده دكتور، لكن انت حضرتك لما تبص على الموجودين وتقول ايه الصفات اللي انا عايزها في الطبيب اللي هودي ابني ليه، تقول ان هو يكون امين علميا، امين خلقيا، عنده خبره كذا، انه بيفهمني مش عارف ايه، فتيجي بعد وقت تلاقي الصفات دي مش موجوده في حد خالص الا في ده، فيبقى عندك الطبيب هو فلان، والباقي تقول لا ده اللي عندي مش اطباء. الصوره دي بتبقى واضحه ان ربنا متفرد. يعني سبحان الله، يعني هل تعلم له سميا؟ يعني ربنا يقول رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يعني وفي حد زي ربنا؟ في حد حتى يشبه ربنا؟ في حد يمثل ربنا؟ مين زي ربنا؟ يعني سورة الإخلاص بتقول لك كده، مين زي ربنا؟ هات لي الشخص اللي انت عايز تقصده ده، يعني عايز تتوجه اليه في القصد او في الطلب. قول الشخص انت عايز تقصده دلوقتي، هاتهولي كده، يعني مين؟ طيب تعالى عندنا معايير، هو 1 2 3 4 5، هل هو مفيش زيه خالص؟ هو وحيد في الكون؟ هو وحيد في الكون، مفيش زيه خالص، متفرد في الكون. الله احد، خدوا بالكم مش واحد بس، الله ايه؟ احد، متفرد في الكون، مفيش زيه. يعني مفيش دي كده، الله احد، الله احد دي زي ليس كمثله شيء، مفيش حد زيه خالص، يعني متفرد، ما فيش زي سبحانه وبحمده. وتر، وتر فرد، ما فيش حد زيه. طيب الله احد، طب ماشي، ممكن واحد يقول طب ما خلاص انا فلان ده هو فعلا ما فيش زيه، طب نروح بقى، بس ممكن يحتاج. طب انا النهارده لما هروح اكيد لازم اروح للايه؟ اللي ما فيش زيه خالص. انا هروح ل انا مثلا محتاج النهارده طيب اروح للطبيب اللي ما فيش زيه، محتاج النهارده مهندس اروح للمهندس اللي ما فيش زيه، اكيد يعني اروح لاعلى حاجه، افضل حاجه، تمام. مفيش حد زيه، مفيش حد يشبهه ولا حتى يمثله خلاص. طيب وكتير حتى باكد على المساله دي يا جماعه مع تمام احترامي، يمكن بعض العلماء والفضلاء يقول مثلا ما ننفيش التشبيه، في تشبيه حاصل وكلام من ده، بس يمكن هو قصده يعني قدر من التشبيه، انما ان النهارده نقول ان في حد حتى يشبه ربنا، لا. ليه؟ لان مثلا مساله الاتفاق في الاسم ما يقتضيش اتفاق في المسمى. يعني مثلا ممكن الانسان يكون نقول عليه رحيم وفي رحمه، بس ايه الرحمه دي بالنسبه لربنا رحيم؟ لما نيجي نشوف النهارده ان كل رحمه الخلائق اللي بيترحموا بيها هي جزء من 100 جزء من رحمه الله التي انزلها في الارض، ففي هو جزء واحد، الجزء ده بها ترحم الخلائق، فالشخص ده واخد حته يعني من جزء اشترك فيه بلايين ملايير البشر، واخد منه حته، ف
فلما تيجي تقول لي رحمته تشبه رحمة، لا طبعا ما فيش وجه شبه اصلا، يعني ممكن بس الاسم مع الاسم، انما المسمى مع المسمى مش ممكن اطلاقا. فلا شبيه ولا مثيل اصلا، لا شبيه ولا مثيل، سبحانه وبحمده. يعني طيب النهارده احد، طيب بعدين تيجي تبص كده، طيب ما فيش زيه خالص، يبقى ده داعي انك تقصده، بس ممكن يكون بيحتاج في قيام بدني، في شؤونه، في حد يساعده، في احتاج. يعني هو مش يعني هو ممكن يكون فعلا متميز بس مش كامل بقى كمال تام كده، ما بلغش كده السيادة والمجد. فيجي الصمد داعي تاني من دواعي انك تفرض ربنا بالقصد. يعني ايه الصمد؟ يعني المواردي مثلا في النكت والعلوم اورد حوالي 10 اقوال للعلماء، يعني ممكن نقول ان اشهرها وابرزها كده الذي لا ياكل ولا يشرب، يعني لذلك حتى بعض العلماء يقولوا ملوش جوف او مصمت، يعني دون خوض في تفاصيل التشبيه او غيرها، يعني نسال الله العافيه. بس الفكره كلها ايه؟ ان ربنا مثلا ما يحتاجش ياكل ويشرب. طب حد يقول ازاي؟ طب ما الملائكه برضه كده، يعني مخلوق ومخلوقات الله، ازاي هنستغرب الامر ده على الله سبحانه وبحمده؟ يعني تمام. المهم مش دي القصه. حتى يمكن ورد في الاثر ان الملائكه لما رات سيدنا ادم خلق مجوفا او فيه جوف، فقالوا فعلموا انه لا يتمالك، لا يتمالك. فربنا مش محتاج لطعام ولا شراب. تمام. طيب بعض ما يقول السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، يعني السيد رفيع الشأن، ولذلك حتى يمكن العرب مثلا كان عندهم السيد ده والكامل المكمل للسيادة، منزه عن نقائص كتير فسادهم، بيقولوا الكامل في صفاته وأخلاقه وما يتعلق به. ده برضو يقولوا معاني الصمد، من المعاني المشهورة قوي للصمد اللي هو لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد. يبقى لا يحتاج لأي أحد ويحتاج إليه كل أحد، يعني نقول إيه؟ أنه هو يعني مستغن عن كل أحد ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، يعني مستغني عن كل أحد ولا غنى لأحد عنه طرفة عين. فتيجي تبص كده هذه الصمدية لله سبحانه وبحمده. طب لما حد الله أحد، طب أحد إزاي يعني؟ ليه هو متفرد؟ تلاقي إيه؟ إن هو صمد. صمد يعني مش محتاج طعام وشراب، مش محتاج حد يسوده ولا يحطه في مكان عالي، مش حد يكمله، مش محتاج لأي حد في أي حاجة، وما فيش حد مستغني عنه أبدا سبحانه وبحمده. وده اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وبحمده، من أحب أسماء الله إليه، واسم الله الصمد. ده داعي تاني، وكأن الصمد بتفسر أحد. تمام. خد بالك من الترتيب العجيب، وفي نفس الوقت كأنها بتؤكد لك، بتخلصك من أي شوائب ممكن تيجي في بالك فيما يتعلق بقصد الرب سبحانه وبحمده. هل خلصت الدواعي؟ لا، لا تزال الدواعي مستمرة، ولا تزال واحدة تؤكد واحدة، واحدة توضح واحدة، واحدة تدعم واحدة. ازاي الكلام ده؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.